إذا تسمح لي أبسط الموضوع لمجاديكم الكرام. الحكومة العراقية الحالية، حكومة السيد شياع السوداني، تشكلت وفق اتفاق. ألخصها، الاتفاق كان يشمل أولا عدم تجويع الناس وعدم اللعب بقوت الناس، ثانيا عودة الناس إلى ديارهم. هنا الناس، أقصد النازحين الذين طردهم داعش والذين كانوا قد طردهم صدام حسين من ديارهم. ثالثا تشريع قوانين اتحادية وفق الدستور العراقي ووفق مبدأ الشراكة خلال 6 أشهر. رابعا يعني أن يكون العراق دولة مؤسساتية، مؤسسات محترمة، قضاء محترم، بمعنى يتم تشريع قانون للمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي. للأسف هذه النقاط الجوهرية المهمة كلها لم تنفذ. المشاهد وحضرتك أيضا أستاذ عدي، أخ عدي، تعلم بذلك. فكان أمام الديمقراطي الكردستاني باعتباره أحد أطراف هذا الاتفاق الذي تمخضت عنه حكومة السيد شياع السوداني. أما مقاطعة الحكومة، الخروج من الحكومة، أو الاستمرار في المحاولة، الاستمرار في المحاولة، هذا ما اختاره الديمقراطي الكردستاني. وقد رأينا أكثر من مرة زيارات السيد نيشيرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان، زيارات السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان لحلحلة هذا الموضوع. بمعنى الديمقراطي الكردستاني رغم أن الطرف الآخر تخلى عن وعوده، لم ينفذ وعوده، لم ينفذ اتفاقاته، لكن الديمقراطي الكردستاني ما زال مصر على أنه الحل هو في التباحث مع بعض. وما يحلحل الأمور حقيقة وجود السيد شياع السوداني. يعني السيد مسعود البارزاني في آخر مقابلاته مع قناة، مع راديو معين، يعني أشاد بمحاولات السيد شياع السوداني. من هنا زيارة السيد البارزاني إلى بغداد، أولا هو تكريس لمبدأ ضرورة التفاوض، وثانيا حقيقة هو دعم لسيد رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، الذي يريد أن ينفذ الاتفاقات المبرمة. طيب